هل منع السلطان عبد الحميد الثاني حقا النساء من ارتداء الملاءة؟ فرمان استدل به الحاقدون عليه للتأكيد على أن هذا السلطان الذي يعرف بتدينه قد منع النساء من الستر، فما هي حقيقة هذا الخبر المغلوط بالاعتماد على أدلة موثوقة؟ هذا ما سنتحدث عنه أعزائي في هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ذكر بعض المؤرخين مزاعم عن حظر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ارتداء الملاءات. الغريب أنه حتى هؤلاء المؤرخين أكدوا على أن السلطان فعل ذلك بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، واستدلوا في ذلك طبعا بوثيقة تضمنت فرمانا للسلطان بهذا الخصوص. إلا أن هذه المزاعم جانبت الصواب، حيث أن الملاءات التي قصدها السلطان في فرمانه تختلف كل الاختلاف عن الملاءات المعروفة في البلاد العربية وخاصة بلاد الشام. فالملاءات التي منعها السلطان هي ألبسة شفافة من طراز غربي وألوان مختلفة، انتشرت تحديدا بعد قدوم لاجئين من دول البلقان إلى إسطنبول سنة 1870، وكانت ترتديها في البداية نساء غير مسلمات لتصبح بعد ذلك موضة حتى عند المسلمات. هذه الملاءات الشفافة كان يلبس تحتها تنانير ضيقة وقمصان بنصف أكمام، وطبعا فإن هذا اللباس هو الذي منعه عبد الحميد الثاني وليست الملاءات التي نعرفها. ذكر هؤلاء المؤرخين أن السلطان قد منع هذه الملاءات خوفا من أن يتم اغتياله من طرف رجال يرتدون الملاءات، إلا أن حقيقة الفرمان تؤكد على أن عبد الحميد الثاني قد منع هذه الملاءات لأنها تعارض الشريعة والدين، وتنص وثيقة الفرمان على هذا الأمر صراحة، حيث تصف الملاءات بالفاضحة التي تصف ما تحتها. وأثناء عودته من الصلاة رأى نساء مسلمات ترتدين هذه الملاءات التي تشف ما تحتها، ولذلك منع الملاءات ولم يمنع غطاء الستر أبدا. هذه الملاءات تتكون من قطعتين وتحزم من الخصر، وبالتالي فإن السلطان قد قصد الملاءات الغربية التي كانت تستعمل للزينة في تلك الفترة وليس الملاءات الساترة. هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.